بالإضافة أن الجهاز يقوم بأخذ صور عالية الدقة لباطن الأرض إلى أعماق تصل إلى 35 متر. الجهاز يعمل بأحدث ما وصلت إليه نظم التصوير رويال أنلايزر برو 6000. مرحبا زوينا الكرام. الجهاز اللي هنتكلم عنه معظمكم سمع عن اصداراته السابقه، واليوم معنا اخر اصدار من اصدارات هذا الجهاز وهو الرويال انلايزر برو 6000 او المعروف باسم المحلل الملكي. هذا الجهاز يعمل باحدث ما وصلت اليه نظم التصوير، ويستطيع الجهاز الكشف والتمييز بين الذهب والمعادن والفراغات والكهوف تحت الارض، بالاضافه ان الجهاز يقوم باخذ صور عاليه الدقه لباطن الارض والى اعماق تصل الى 35 متر. تتميز النسخة الجديدة من الرويال أنلايزر برو 6000 بإمكانية التصوير المباشر من خلال شاشة الجهاز الرئيسية أو استخدام التابلت اللوحي القابل للفصل. بالإضافة إلى نظام متقدم وسهل الاستخدام يمكن للمستخدم التعامل معه بكل سهولة. أيضا الجهاز بيدعم العديد من اللغات من بينهما اللغة العربية. بإمكان جهاز الرويال أنلايزر برو 6000 تحويل الإشارات المكتشفة إلى صور متحركة ثلاثية الأبعاد. تقوم هذه الصور بتقسيم أشكال الأهداف المكتشفة بنسبة تصل إلى 90% من شكل الهدف الحقيقي. كما يتوفر ببرنامج التصوير إمكانية تحليل الصورة والتأكد من شكل الهدف بأكثر من طريقة. كما يستطيع برنامج هذا الجهاز إظهار أعماق جميع الأهداف المكتشفة كلا على حدة، وذلك بشكل مباشر على شاشة الجهاز. بعد اكتشاف الأهداف وتحليلها نستطيع تماما معرفة قيمة الهدف المكتشف، ويستطيع الجهاز التفريق والتمييز بين المعادن المكتشفة إذا كانت من المعادن الثمينة مثل الذهب أو المعادن الغير ثمينة الأخرى. من خلال نظام التصوير المباشر المتوفر بجهاز المحلل الملكي 6000 نستطيع اكتشاف الأهداف المتوقعة في المنطقة خلال وقت قصير، وعند اكتشاف أي هدف يظهر مباشرة على الشاشة وجود معادن أو فراغات، وذلك على شكل فيديو متحرك مع ارتفاع صوت الجهاز مباشرة. وهذا كان شرح مبسط لجهاز الرويال أنلايزر برو 6000. للطلب والاستفسارات يمكنكم التواصل مع شركة بي أر ديدكتور في دبي، الوكيل الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا. والسلام عليكم ورحمة الله.